مساء الفل يا شباب، منورينا، منورين كنيسة القديسين، منورين خدمة التوظيف. أنا حابب أوضح ثلاث نقط بس بسرعة جدا علشان هنبدأ اليوم بتاعنا النهاردة بشوية حاجات حلوة هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ، إيه رأيكم لو تضموا كده علينا شوية علشان يعني نسمع بعض؟ أنا مش عارف أتحرك الميكروفون بسلك، مش عارف أجيبكم كلكم، فإن أمكن تضموا كده علينا لحد ما العدد يزيد إن شاء الله. يعني بنات تصونات يقدموا كده شوية، معلش يعني بلاش تبقوا قاعدين متنطورين كده، مش لازم أعلي صوتي، هيبقى هنا والمكتب. اتفضلوا، منورينا ومشرفينا يا جماعة. وفي انتظار كده إيه يعني اللي مش هيجي النهاردة هيندم، لأن الموضوع مفاجأة بكل المقاييس. أنا لسه برضو سامع شوية حاجات جديدة تحت من المحاضرين اللي هيبقوا معانا النهاردة، حاجات حلوة قوي ومطورة جدا على مستوى عالي يعني. فاللي هو مش هيحضر النهارده هيندم. احنا على فكره الاجتماع دلوقتي بيتبث مباشر على موقع الكنيسه، يعني لو في حد مثلا ساكن بعيد او حابب يتابع المحاضره بتاعتنا، المحاضره شغاله بث مباشر دلوقتي على سايت الكنيسه من خدمه الاذاعه عندنا. باختصار هوضح لكم في ثلاث نقط سريع جدا احنا هنعمل ايه النهارده، وموضوع صغير عن ملتقى التوظيف بتاع الاسبوع اللي فات هقول لكم ايه اللي تم فيه، وهقدم لكم المحاضرين اللي بقوا معانا النهارده. في يوم خدها جد اتنين اللي احنا هنشتغل عليه النهارده، احنا خلاص هو شكرا. احنا هنتعامل على الجزء اللي يتقل لنا السير الذاتيه بتاعتنا. المره اللي فاتت نشكر ربنا كان ملتقى ناجح جدا بتعبكم وحضوركم وتعب الناس اللي جت كتير. اليوم كان ناجح بمقاييس كتير وجالنا ريفيوهات ممتازه من الشركات عن السيفيهات اللي وصلت. استلموا تقريبا بالحصر المبدئي 220 سي في من كل الناس على مستوى المؤهلات، ان كان متوسطه او عاليه او خبرات او حديث التخرج على حد سواء، وجالنا ريفيوهات كويسه ان هم هيشتغلوا عليهم بالتباع. وللامانه انا لسه وصلني اخبار برضو امبارح ان في ناس بدات تتعين عن طريق السيفيهات من كذا شركه، بداوا ايه يكلمونا. بس برضو ده ما يمنعش ان احنا شغالين باستمرار في تواصل مع الشركات دي، علشان اللي فات وملتقى التوظيف وما لحقش يقدم متاح الشركات معانا ارقامها ومعانا بيانات الاتش ار او سايتات التقديم، وريكومنديشن هيتعمل من خدمه هنا، بحيث ان اللي فات وملتقى التوظيف يلحق انه يقدم عن طريق الخدمه، بنبعته فورا للاتش ار. هي بس كانت الميزه الوحيده ان بدل ما ابعت حضرتك او حضرتك مشوار مثلا العمليه او البرج او اي مكان إن كان، هم كانوا عندنا هنا، فدي كانت الميزه ليس اكتر. بس لازالت الوظائف قايمه، وكل واحد عنده قدره انه ينافس على الوظيفه دي هيقدر انه ينافس ويدخل ويكسب وظيفه فيها ان شاء الله. فاحنا على صفحتنا توظيف القديسين على الفيسبوك بننزل لكم تباعا كل الوظائف، في سلسله وظائف شهريه او كل شهر ونص هي بتنزل بشكل غير دوري، بيتلم فيها كل وظائف المكتب. ان اراد ربنا ان شاء الله هتنزل بكره الصبح، هتلاقوها على الشاشه، فيها كل الوظائف الفاضيه حاليا في المكتب زائد وظائف الملتقى. فبكره الصبح كده ان شاء الله هتلاقوها على الشاشه متقسمه ومتفنطه بكل التخصصات بتاعتها. ده كان اول هام. تاني هام، احنا هنا هنقدم الكورسات اللي احنا بقى هننتقل. احنا قلنا النهارده تركيزنا ان احنا ننتقل السيرفيس الذاتيه بتاعتنا، فهنقدم محاضره ارشاد وظيفي كامله معانا استاذ بيتر نبيل معانا استاذ بيتر نبيل من مركز المركبه للارشاد الوظيفي. النهارده هو جايب لنا روشتة وظيفيه كامله. في هو طبعا عارف الموضوع بتاعه اللي هيبتدي يشتغل عليه وهيمسك المحاضره. ففي البرزنتيشن بتاعته النهارده هو هيقدم لنا روشتة توظيف كامله، وانا بعتذر عن اللقب دكتور بيتر نبيل، انا اسف. هو يعني الدكتور هيقدم لنا روشتة بتاعته النهارده، حاجه ممكن تبقى مفيده لحضراتكم في الارشاد الوظيفي. المحاضره الثانيه ان شاء الله ورا منها على طول شرفنا تحت المهندس انطونيوس وجيه، رئيس لجنه التدريب والتكنولوجيا من المجلس الوطني للتدريب والتعليم من وزاره الشباب والرياضه. ايه التايتل ده كله؟ طب هو جاي يعمل ايه؟ هو النهارده جاي وجايب لنا منحه غير المنحه اللي عندنا واللي انا هعرضها على حضراتكم النهارده للي ما سمعش عنها. هو جايب لنا منحه من سيسكو اكاديمي، منحه في امن المعلومات، وهيشرح لنا المنحه دي النهارده بالتفصيل. وكمان في محاضرته هيكلمنا عن وظائف السوق المطلوبه في المستقبل اللي جاي جديد.
يعني هو فاجئنا ولما قعدنا رجعنا معاه البرزنتيشن، هو فاجئنا ان في وظائف مع مرور السنين الوظائف دي هتختفي، هتنقرض تماما من المجتمع. فهو جاي يدينا معلومات عن الوظائف المطلوبة مستقبلا اللي هي وظائف الجيل الرابع اسمها، وكمان هيكلمنا عن المنحة اللي جاية من شركة سيسكو أكاديمي، هتلاقوا معايا كل التفاصيل المتاحة. المنحة اللي احنا بنقدمها النهاردة واللي احنا شغالين عليها هي منحة مايكروسوفت أكاديمي. المنحة عبارة عن 15 كورس، تكلفة الكورس الواحد 80 جنيه ما بتزيدش، مدة الكورس الواحد 5 أيام، اليوم بيكون 5 ساعات سواء صباحي أو مسائي. عندنا 4 امتيازات مهمين أحب أن أنا أوضحهم لكم. أول حاجة الشهادة بتاعت المنحة بتطلع أوتوماتيك من السيستم أول ما حضرتك بتحضر أو حضرتك بتحضر الكورس، وبتبقى مختومة بختم مايكروسوفت إيجيبت، ومختومة بختم النصف بنسافر نختمها من مجلس القومي للشباب علشان اعتمادها يبقى أقوى وفي نفس الوقت فعال. تمام؟ زي ما قلت لكم المنحة تكلفتها 80 جنيه ومدتها 5 أيام. الامتياز الثاني متاح ان المنحة ديت، انا عارف ان في ناس كتير من اللي قاعدين قدامنا من مش من القديسين مش من كنيستنا، بس احنا متاح معانا اكتر من مدرب تم تدريبهم على مستوى عالي جدا ان هم يتحركوا معاكم بالماتيريالز بتاعتهم في اي كنيسة حضراتكم هتكونوا فيها مجموعة. ومتاح النهاردة في الاستقبال لو حضراتكم حابين تحجزوا بأسماء الكنائس أو تحجزوا بالفلوس براحتكم، دنيا إيزي. حضرتك وحضرتك هتاخد إيصال ممضي ومختوم من الخدمة، وهتتبلغ بالتليفون قبلها بثلاث أيام بمعاد الكورس بتاعك. فحسب ما أنتوا عاوزين، لو مثلا تكوني في مجموعة 15 واحد في أي كنيسة يدونا بس خبر هنروح بالمدرب نتحرك عليك، هتشتغل المنحة عندك بكامل قوتها أكنك بتاخدها معانا. تمام، بقدم لحضرتك في الامتياز الثالث ماتيريال كاملة على أحدث نسخ. يعني لو هنشتغل مثلا كورس ICDL بناخد كورس ICDL على نسخة 2019 الفيرجن، أحدث فيرجن بتشتغل عليه، وبديل حضرتك نسخة software تقدر تشتغل عليها تتمرن عليها، بالإضافة للماتيريال الخاصة بالكورس كاملة تقدر أن حضرتك ترجع لها في أي وقت. تمام؟ ده كده كان كورس ICDL. طب احنا بنقدم كورسات ايه تاني؟ احنا بنقدم كورس ويب ديزاين لغات ال HTML و CSS برضو بنفس الشهادة. بنقدم كورسات المهارات الحياتية لو جزء التنمية البشرية، دول على ثلاث مستويات بثلاث شهادات. بنقدم كورس في ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، حاجة كده زي مصغر من شهادة اسمها BMP اللي هي البروجكت مانجمنت بروسيس، إدارة المشروعات. تمام؟ حاجة مصغرة كده منها. بنقدم كورس في البرمجة C#، بنقدم كورس في ريادة الأعمال، سوري كورس في التسويق، وكورس في خدمة العملاء. وفي طبعا كورسات تانية كتير متاحة في الخدمة. بمجرد ما بيتكمل معنا 15 واحد في العدد بنكلم الوزارة، بيبعتولنا المدرب لحد عندنا وبيبتدي يشتغل المنحة 5 أيام بالتتابع ورا بعض. شرطه الوحيد مفيش غياب في المنحة خالص، لأن المنحة مكثفة ومضغوطة عشان حضرتك تقدر تلم أكبر قدر ممكن من المعلومات. فبديهي أنت لو غبت يوم واحد أنت كده فقدت 20% من الكورس بتاعك، فبقت الاستفادة منقوصة، بقت 80% ما استفدناش حاجة. فعلشان أقدر أتقل السي في بتاعك عملنا المنحة بسعر مدعم جدا، وعملناها 5 أيام مضغوطة عشان ما تأثرش على وقتنا الحالي، نقدر ناخدها صبح ناخدها ليل. مواعيدنا الصباحية بتبقى من 10 لـ3، ومواعيدنا المسائية بتبقى من 4 لـ9 بالليل. تمام؟ أي حجز لأي حاجة في المنح هتلاقوها متاحة على صفحتنا توظيف القديسين. الخدمة تحت شغالة بكامل قوتها، اللي حابب ينزل يسأل أو يتابع أي حاجة. مواعيدنا في الخدمة من 9 صباحا لـ2 الظهر، ومن 2 الظهر لـ7 بالليل، ومن 7 لـ11 بالليل. يعني بالبلدي شغالين طول اليوم، وما فيش أجازات إلا بتبقى بالتبديل ما بيننا وما بين الزملاء مع بعض، بحيث تبقى الخدمة متاحة معكم. مش هطول على حضراتكم قبل أكتر من كده، حسيبكم تستمتعوا مع دكتور بيتر في المحاضرة بتاعته إن شاء الله، وحنبدأ المحاضرة التانية تباعا بمجرد ما هو ينتهي. نورتنا يا دكتور، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، دكتور كل امين. مساء الخير، انا بيتر، خادم في مركز المركبه الارشاد الوظيفي. هتكلم معاكم النهارده عن حاجه بعنوان بروشورك الوظيفي. لما نسمع كلمه بروشور بنفهم ايه؟ بصوا انا عاوز الناس تتفاعل معايا كده ونتكلم مع بعض، انا مش جاي اديكم بلق او محاضره كده تسمعوها، انا عاوز الناس تتفاعل معايا. يعني ايه عروض؟ حلو،
حد تاني. يعني ايه بروشور؟ حد من الولاد تفضلي. افكار، بروشور يعني افكار. تمام، حد من الولاد يقول حاجه؟ طب انا ممكن اول ما انا اتفضل نبذه مختصره. حلو، تفضلي. الطريقه اللي انا بعمل بيها دعايه على الوظيفه. حلو جدا، كل ده جميل جدا. هو احنا لما نكون مثلا في قطر او نكون في مترو او في ترام او في اي حاجه، يروحوا رامين لنا ورق كده يقول لنا مثلا اشتري المنتج الفلاني، هو دوت البروشور. يعني حاجه كده نبذه مختصره اعرف بيها المنتج دوت بيعمل ايه وايه القدرات بتاعته وايه الفايده اللي انا اشتريه مثلا وكل دوت. هو دوت هيكون موضوعنا النهارده. ماشي، طيب انا عايز حد يلعب معايا اللعبه ديت. حد كده يقول، يرفع ايده وبعد كده اقول له ايه اللعبه. حد يرفع ايده؟ حد يرفع ايده؟ اتفضل. ماشي، طيب احنا هنبص على الشاشه وهنقول اللون، مش هنقول الكلمه. تمام، هو انا المفروض ان انا هشاور لك. هو ممكن استاذي ممكن معلش يشاور لنا بالاسهم على حاجات كده مختلفه، يعني مش هيبان، مش باين صح؟ طيب خلاص، صعب. طيب خلاص، مش مهم، مش مهم. طيب انا متاسف. تفضل. طيب اللعبه دي عباره عن ان هما بيخلوا اي حد يلعبها يقول لون الكلمه، ما يقولش اسمها. تمام، فلو ان معظم الناس حتى لو عرفت بتتهته، يعني مثلا لو جينا نشاور، هو في حاجه غريبه، لو جينا نشاور على الشاشه مثلا هنلاقي ان اللون البلاك مثلا، تاني واحده تحت، تمام، لونها اصفر بس هي اسمها بلاك. فاحنا عندنا كونفليكت في دماغنا، عندنا مثلا نص مخنا اليمين بيحب يقول اللون بتاع الكلمه، ونص مخنا الشمال عاوز يقرا الكلمه اللي قدامه في السلايد. تمام، طب اتفضل. شايف كده الاصل السام؟ طيب شاور بقى عشوائي. حضرتك قول بقى بلو. انا بحاول اساعد والله قد ما اقدر. ريد، بلو، ريد، بلاك، يلو، بلاك، بلو، ريد، يلو، بلاك، جرين، بلو. طيب اسم حضرتك ايه؟ كرولوس. شفنا كرولوس هو بيلعب اللعبة ديت ان هو لازم ياخد كده ثواني، علشان زي ما قلنا مخنا مقسوم نصين وكل واحد فيهم عاوز يجاوب على حاجه، الاسم او اللون. مش اتفضل. تمام، طيب المشكله دي هي بقى موجوده عندنا في سوق العمل. انا كطالب طلعت من الكليه او كحد عاوز اشتغل، انا عندي توقعات، انا عاوز اشتغل بمرتب عالي واكسب كويس واترقى بسرعه واشتغل عدد ساعات على قد المرتب الكبير اللي انا عاوزه. وصاحب العمل برضو عنده احتياجاته، هو كمان عاوز حد يشتغل له الشغل بيرفكت، يشتغل في وقت سريع، يشتغل تحت ضغط ويطلع له اعلى كفاءه ممكنه. طيب الكونفليكت دوت ممكن نحله ازاي؟ مثلا يعني انا دلوقتي صاحب العمل عنده احتياجات، وانا كطالب او كحد عاوز اشتغل عندي متطلبات، ايه اللي يوزن الكفه ديت من راينا كده؟ اوكي، ميرسي جدا. انا كده ممكن الف واطلع الناس. يعني تكون الاحتياجات بتاعت صاحب العمل مناسبة للطلب، الطلب مناسب للعرض. حلو جدا. طيب أنا كحد عاوز أشتغل، المفروض إن أنا أعمل إيه عشان ألبي طلبات صاحب العمل دوت؟ أفهم إيه المطلوب. حلو جدا. طيب هو إحنا كل وظيفة موجودة في السوق
في كم حد ممكن يتقدم لها؟ هل عدد قليل ولا عدد كثير؟ لو وظيفة حلوة، وظيفة الناس عاوزاها، بيبقى عدد كبير، صح كده؟ تمام. طيب نسأل سؤال تاني، هو أنا كحد رايحة أتقدم، الأهم التكنيكال سكيلز أو الحاجة اللي أنا بعملها اللي متخرج بيها اللي أخد شهادة فيها، ولا الأهم شخصيتي؟ يعني إحنا لو هنوزن كفة ما بين الاتنين، في كفة التقنيات بتاعتي أو الحاجة اللي أنا متخصص فيها، وفي كفة شخصيتي، أحط ده كام وده كام كتأثير على الشغل؟ تفضل. لا، كم في المية، كم في المية وكم في المية مثلا؟ 50 و50. حد رأيه تاني؟ الشخصية 70 والتقنيات 30. حد من البنات عنده رأي؟ أي رقم عادي. إيه؟ 60 40. 60 إيه و40 إيه؟ الشخصية 60 والتقنيات 40. هو الحقيقة السكور ده حلو جدا. طيب هما تفضل، هما فعلا عملوا دراسة كده وقالوا لنا إن البرسوناليتي أو شخصيتي بتأثر بنسبة 60% زي ما تسوني قالت على إن أنا أكسب الوظيفة ديت. الوظيفة معروضة، شخصيتي بتأثر بنسبة 60%، والتقنيات بتاعتي أو التخصص بتاعي بيأثر بنسبة 40%. طيب يعني إيه براند؟ علامة تجارية، يعني إيه بالبلدي كده؟ ماركة. تمام، يعني إيه برضو؟ يعني حاجة كده، يعني لو قلنا مثلا طيب يعني إيه لوجو؟ لوجو الشعار. كل دوت بيقول لي إن أنا لو شفت حاجة معينة، علامة معينة، هعرف الشركة دي إيه. طيب أنا دلوقتي هعرض لكم حبة حاجات كده، ومحتاج حد يقول لي ايه اللوجو ده بتاع ايه، ومع اي معلومه عن الحاجه ديت. كوكاكولا، اي معلومه عنها؟ شركه مياه غازيه. ماشي، اتفضل. ليفايس، حد عارف بتاعت ايه؟ اغلى بنطلون جينز. تمام. ويندوز، حد عارف مين اللي عامل الويندوز ده؟ شركة مايكروسوفت، معروف. طيب حد يقول لي بس دي برودكت، منتجات، انا شخص، ايه علاقة البراند ما بين المنتج وما بين الشخص؟ هقول لك لا، كلنا كل حد فينا كشخصية محتاج ماركتنج لنفسه، محتاج يسوق نفسه، محتاج يعمل نفسه براند، يقول للناس انا عندي دي مش عند فلان. عشان انا كان صاحب عمل، ايه اللي هيخليني اخد كرولوس ما اخدش ابانوب؟ ايه اللي هيخليني اخد فلان ما اخدش فلان؟ لازم اقول له انا مين. طيب مين دوت؟ محمد علي كلاوي. مين يعني؟ ملاكم. تمام. مين ده؟ باراك اوباما، فخر العرب، كلنا عارفينه. طيب الناس دي كلها براندات، عملت براند لاسمها. طيب ايه علاقة دوت بالوظيفة بقى؟ احنا بنقول ان احنا النهاردة هنتكلم عن بروشورك الوظيفي. يعني ايه بقى بروشورك الوظيفي؟ يعني ازاي اسوق نفسي، ازاي اخلي نفسي عندي حاجة مميزة اقولها في كلمتين ثلاثة للحد ده علشان يشغلني. طيب انا ليه محتاج اعمل بيرسونال براندنج، او محتاج ان انا اعمل لنفسي ماركه او تسويق؟ ليه؟ عشان اتقبل في الوظيفه. ايوه، ليه يعني؟ طيب ما انا عشان اتقبل في الوظيفه. طب ما احنا كلنا ممكن نخش على النت ونعمل كوبي بيست، نجيب سي في جميل جدا ونقدمه في الوظيفه. لازم حاجة تميز. ايه بقى اللي هيميزني؟ ما انا ممكن برضه اروح مكان محترم يعمل لي سي في بروفيشنال واقدمه، وابعته مثلا بالميل او اقدمه في الشركة. انت جدير بالحاجة اللي موجودة بالسي في. حلو جدا. طيب
هو احنا كلنا ممكن مثلا نكون متقدمين لوظيفه محاسب، حلو، وكلنا اخدين الشهاده من الكليه وكلنا اخدين كورسات ماركتنج وسيلز وكل حاجه في الدنيا. ايه بقى اللي يخلي بني ادم يتقبل وبني ادم لا، مع اننا كلنا الشخصيه؟ صح كده. يبقى احنا بنتكلم على البراندنج من منظور الشخصيه مش من منظور التكنيكال سكيلز. طيب ليه انا محتاج اعمل براند لنفسي؟ علشان كلنا من السي في صاحب العمل بيشوفنا حاجه واحده، يعني الاتش ار اللي قاعد في الشركه ده قرا السي في بتاعي وقرا السي في بتاع حضرتك، هيقول ان الاثنين كويس حلو. مين بقى صاحب السي في ده؟ انا اعرف منين اللي كاتبه هو الشخص ده؟ علشان المنافسه على فرص العمل في السوق شرسة جدا. يعني ايه شرسة جدا؟ يعني من الاخر فرص العمل الحلوة بتتلقط في ثواني، مش بتكمل. يعني عشان كده مثلا بنلاقي في اي مكتب توظيف، في اي حد بينزل وظائف، بيعمل ابديت كل شهر، كل اسبوع، كل يوم لو يقدر، علشان فرص العمل لو حلوة هتتاخد، مش هتستنى، مش هتستناني، انا لازم اكون جاهز عشان اخدها. تالت حاجة اللي قلنا عليها ان كل وظيفة، يعني بيقولوا كده بالإحصائيات، يعني بالميت كده حوالي 140 واحد بيتقدموا في كل وظيفة موجودة في السوق، فحضرتك لازم تكون أكتر حد مميز في 140 واحد دولة. طيب إزاي بقى هعمل لنفسي براندنج؟ أول حاجة إن أنا لازم أعرف السبب أو الحاجة اللي أنا عاوز أخدها. يعني مثلا أنا مثلا لو عاوز أشتغل حاجة مثلا في الميديكال فيلد أو في قطاع الطب، يعني فأنا لازم أعمل نفسي براندنج على هذا الأساس. لو عايز أشتغل في الهندسة لازم أعمل نفسي براندنج على هذا الأساس. يعني لازم تكون الحاجة متصلة بالوظيفة اللي أنا إيه اللي أنا عاوزها. تاني حاجة مهمة قوي سيلف ديسكفري، إن أنا أكتشف نفسي. طيب حد يعرف طريقة كده سهلة أكتشف بها نفسي؟ أجرب كل حاجة. في حد يجرب كل حاجة؟ يجرب يتعلم واحد هيجرب يعلم التسويق هيلاقي نفسه ناجح فيها هيستمر، هيجرب حاجة تاني هيلاقي نفسه قليل فيها هيلاقي التسويق أعلى فهيكمل في التسويق ويسيب الحاجة دي. حلو جدا. حد عنده رأي تاني؟ نعم، اشوف الفيدباك بتاع الناس عني. طيب حلو جدا. يعني العلماء والناس اللي هم بيهتموا بالشخصيات دول عملوا لنا حاجه سهله جدا اللي احنا ممكن نعمل بيها اسسمنت او تقييم لنفسي، اللي بيسموها اختبارات الشخصيه. اللي انا اقصده بكلمه سيلف ديسكفري، انا هكتشف نفسي. يعني مثلا في تستات زي مثلا ام تي اي ودكتور فيل وديسك بتخليني اعرف شخصيتي ديت نوعها ايه. هل انا شخصيه تحليليه؟ هل انا شخصيه قياديه؟ هل انا شخصيه انتروفيرتد ولا اكستروفيرتد، يعني لجوه يعني ولا لبره؟ كل دوت تمام. دي اول خطوه، انا لازم اعرف انا مين. يعني مثلا بيقولوا ان الشخص الاناليتيكال بيشتغل احسن مع المعدات اكتر من مع الاشخاص، وهكذا الشخص القيادي بيشتغل اكتر مع الناس، الانتروفيرتد اكتر مع الالات وهكذا. طيب تاني حاجه سيلف اويرنس، برضو زي السيلف ديسكفري، انا لما اكتشف نفسي بعرفها كويس تمام واعرف انا واقف فين. طيب تالت حاجه مهمه قوي بقى سيلف اكسبريشن. انا دلوقتي لو قلت لحد عرف لي نفسك او انت مين، حد يرفع ايده ولا اختار انا حد؟ طيب اتفضل في جملتين كده قول لي انت مين، بتعمل ايه؟ يعني انا اسمي ابانوب منير، شغال مساعد مهندس كاميرات مراقبه وشبكات نت وتلفونات سماعات، عندي 26 سنه، متخرج معايا دبلوم صنايعي 3 سنين، بس عندي اخ وحيد اسمه رمون بس كده. حلو جدا. عايز اسمع بنت برضو، حد يتبرع يرفع ايده.
شكرا. تفضل. انا اسمي مريم جرجس، كليه علوم، خادمه كنيسه القديسين. اتمنى اشتغل في مجال التحاليل يعني. حلو جدا. اللي احنا عملناه دلوقتي، المشكله ان احنا ممكن نكون عارفين نفسنا كويس جدا. يعني انا لو قعدت مع نفسي وجبت ورقه وقلم هعرف نفسي من A to Z، وهقول انا بعمل كذا 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 حلو وكذا كذا كذا وحش. بس المشكله بقى لما اجي اتكلم عن نفسي، لما اجي اعبر عن نفسي، ببقى عارف ان انا كويس زي ما حضرتك عملت وزي ما حضرتك عملتي، بس مش عارف اقول ايه بالظبط. يعني اقول ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي انا متميز فيها قوي فاقولها في الاول؟ ايه اللي اقوله وايه اللي ما اقولهوش؟ تمام. طيب بعد كده ايه سيلف بروموشن؟ عارف حد يعرف ان ايه بروموشن؟ عرض او اوفر. طيب انا لازم اعرف نفسي واعبر عن نفسي بطريقه ان انا اللي قدامي دوت يعني ازقه كده بالبلدي يشتري الحاجه دي، ازقه يوظفني، مش اعبر عن نفسي وخلاص. لازم دايما لما نيجي نتكلم عن نفسنا نتكلم عن الحاجه اللي تميزنا قوي، الحاجه اللي تخلي اللي قدامنا يشغلنا قوي. طيب بعد كده سيلف كونفيدنس. طيب يعني ايه؟ يعني اثق في نفسي. طيب هو انا كل السايكل اللي بتكلم عنها ديت موجوده في ايه اكتر حاجه؟ يعني انا عايز اتكلم عن ايه؟ يعني عمل السايكل ده عشان اتكلم عن ايه؟ عن شخصيتي. ايوه البروسيس دي، الخطوات دي كلها بتتعمل في ايه؟ في السي في وانترفيو. طيب يبقى احنا عاوزين اول حاجه نتفق عليها ان البروشور اللي انا اتكلم عليه ده مش اللي هو السي في. لا، السي في ما هو الا خطوه عشان اتقبل في الوظيفه، ما هو الا خطوه عشان اتقبل في الوظيفه. في الوظيفه يعني انا لازم اكون السي في بتاعي قوي علشان اوصل لخطوه بعدها اللي هي ايه؟ الانترفيو. تمام. ماشي. اتفضل. لا اتفضل. طيب بقول لكم ان كل حد فينا اوريدي هو براند. يعني كل حد فينا براند. في مننا البراند اللي بيعرف يكون براند كويس واللي بيعرف يكون براند وحش. ما هو في براندات موجوده في السوق بس مش هي البراندات اللي بتخليني اروح اشتري الحاجه دي. يعني كل حد فينا كده كده انت براند، بس انت اللي بتختار انك تكون براند حلو وانك تكون براند مش كويس. طيب ايه اللي بيخليك مميز عن الباقي؟ قلنا لازم كل حد فينا يكتشف نفسه ويعرف ايه الحاجه اللي بتخليه مميز عن باقي الناس. ماشي. طيب عندنا بقى مشكله كبيره قوي بتواجهنا، ان انا ايه اجي اعمل سي في، اخش على جوجل اكتب سي في تمبلت او سي في كوبي او اي حاجه، واخد اي حد كوبي بيست، وممكن اللي اعمله ان انا اعمل فيه اديت، اعدل فيه. في كام حد قبل كده عمل الحوار ده؟ ارفع ايدك. تمام. البنات ما حدش قبل كده تقدم على وظايف؟ تصوني ورا. تمام. طيب ليه احنا ما بنعرفش نعمل سي في؟ ايه الصعوبه اللي بتواجهنا عشان نعمل سي في؟ قله الخبره. حلو جدا. يعني انا صاحب الشركه مش عارف ايه المتطلبات بتاعته، فانا مش عارف احط له ايه في السي في عشان يقبلني اصلا. تمام. تمام. يعني انا مش مدرك قوي متطلبات صاحب العمل او ايه اللي هيخليه ياخدني انا بالذات. تمام. طيب السي في في نفسه ايه الصعوبه اللي فيه؟ يعني ايه الحاجه اللي حد قبل كده جرب يعمل سي في وفشل؟ جربت تعمل سي في؟ تمام. تمام.
حلو جدا. بس انا عاوز اقول لك حاجه مفاجاه جدا، ان اي سي في بتاخده من على النت من موقع مش بتدفع له فيزا او مش بتدفع له يعني فلوس، هو بيكون سي في اوريدي موجود في الشركات قبل كده. دي مش حاجه بروفيشنال انت عاملها، تمام؟ هو كمان مش ميديم، هو مهروس يعني هم عارفين اوريدي، تمام؟ فاحنا عاوزين نتعلم ثقافه او فكره ان انا اكتب سي في، تمام؟ انا هديكم هنت سريع في 10 دقائق يعني او اقل ان ازاي نعمل سي في، تمام؟ اتفضل. هو ايه هو سي في؟ يعني ايه كلمه سي في؟ اختصار لايه؟ ايه؟ سيره ذاتيه. يعني ايه سيره ذاتيه؟ يعني معلومات عني. بمعنى يعني ايه؟ انت مين؟ مهارتك ايه؟ اعرف نفسي. اسمع حاجه هنا. ايه مميزاتك؟ دارس ايه؟ حلو جدا. طيب هو السي في اصلا اختصار لكلمه لاتيني معناها كريكولم فيتاي. يعني ايه؟ يعني ايه هو الكورس اوف لايف بتاعك؟ يعني ايه هي ايه حياتك ماشيه ازاي؟ انت بتتكلم فيها هنت بسرعه عن حياتك كلها. فانت السي في ده مش انت كاتبه علشان تقول لصاحب الشغل ان انا شاطر قوي في المجال ده فانا عاوز اشتغل، لا، انت بتعرفه فيه هنت عن حياتك كلها، تمام؟ طيب احنا قلنا واتفقنا ان السي في ده مش هو الهدف. السي في دوت فايدته ان هو لازم صاحب العمل لما يشوفه انت يعني كده تخليه ايه متحمس ان هو يعمل معاك انترفيو. لو السي في بتاعك مش قوي لدرجه ان صاحب العمل اللي ما شافكش قبل كده، اللي ممكن يكون شاف صورتك في السي في وممكن ما يكونش شافها، تمام؟ لو هو مش قوي لدرجه ان يخلي صاحب العمل دوت يطلب ان هو يشوفك او ان هو يقعد معاك، فانت السي في ده بتاعك ملوش لازمه، تمام؟ خلينا نتفق على كده. طيب ايه الحاجات اللي تقول ان السي في بتاعي كويس او مش كويس؟ اول حاجه لازم يكون واضح، ما يكونش معقد ومكلكع، عشان احنا قلنا ان صاحب العمل ده ما شافكش قبل كده. يكون ويل اورجنايزد، يعني منظم بطريقه محترمه. يكون سهل اللي هو يتقرا، يكون صغير صفحتين، ما فيش حد هيبقى انترستد يعني ان هو يقرا عنك كلام كتير اكتر من صفحتين وهو ما يعرفكش يعني. ويكون ريليفنت، يعني ليه صله باللي صاحب العمل ده عاوزه، تمام؟ اتفضل. طيب ايه اللي احطه بقى في السي في؟ اول حاجه هحطها في السي في هي التفاصيل الشخصيه، يعني اسمك، عنوانك، الايميل بتاعك، التليفون بتاعك، تاريخ ميلادك، الحاجات الشخصيه. اتفضل. طيب تاني حاجه مهمه قوي واللي بقى دي يعني معظمنا مش بيعرف يكتبها، الاوبجكتيف. يعني انا عامل السي في ده ليه؟ عامله ليه؟ يعني مثلا هنا حد عايز يتقدم لوظيفه اي تي في شركه، فبيقول ان انا الخبرات بتاعتي في السيلز هتبان قوي في الفيلد دوت او في الوظيفه ديت، فعشان كده انا عاوز اتقدم. فالاوبجكتيف دوت بند مهم جدا في السي في. باول حاجه بعمل بيرسونال ديتيلز، يعني تفاصيل عني. تاني حاجه بتكلم عن الاوبجكتيف من كتابه السي في ده، يعني الهدف من كتابه السي في. تالت حاجه الورك اكسبيرينس، ودي مهمه قوي. يعني ايه الشغل اللي اشتغلته قبل كده، او ايه خبراتي في الشغل قبل كده. ودي اهم حاجه فيها، ان هي لازم تكون بترتيب زمني. بس ترتيب زمني ازاي بقى؟ يعني انا بقول انا من سنه مثلا 2016 لدلوقتي شغال كذا، بعد كده من سنه 2014 ل 16 كنت شغال كذا، بعد كده من سنه 2012 ل 14 مثلا كنت شغال كذا، وهكذا بترتيب زمني. اقول انا كنت فين وكنت شغال ايه وكنت ايه المسؤوليات بتاعتي في الوظيفه ديت. يعني هقول مثلا انا كنت مثلا مدير صيدليه، كنت برص الصيدليه وكنت بطلب الطلبيات، تمام؟ غير مثلا لو انا واقف في صيدليه ببيع بس، وهكذا. ماشي، اتفضل. الايديوكيشن، التعليم بتاعي، اذا كانت جامعه، اذا كانت دبلوم، اذا كان اي حاجه، كل دوت انا بكتبه. وكمان بكتب لو اخذت تريننج ليه علاقه بالوظيفه ديت. يعني كلنا في الكليات كان في حاجات في الصيف كده، والناس اللي في الكليه لسه عارفه الكلام دوت، يقول لك في تدريب ده مهم جدا عشان بعد كده تعرف تشتغل. التدريب دي كلها مهمه جدا وفعلا بيبصوا عليها في السي في. اي تدريب انت خدته في اي مكان، اذا كنت متطوع، اذا كنت بتاخد حتى راتب صغير، لازم برضو تكتبه في السي في. اتفضل.
طيب وفي الاخر لازم تكتب برضو الحاجات اللي انت مهتم بيها، يعني انا بحب اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لازم تديله هنت عن نوع شخصيتك. تمام، بس برضو لازم يكون حاجات ليها علاقة بالوظيفة، يعني مش مثلا رايح تتقدم مثلا انك تشتغل محاسب مثلا فتكتب انا بحب العب كورة. طيب دي هوايات ملهاش علاقة بالوظيفة، لكن لو مثلا قلت له مثلا انا بحب اتابع البورصة، بحب قراية، بحب اي حاجة ليها علاقة بالموضوع، هو هيكون حابب اللي هو يقراها ويعرفها اكتر. طيب حاجات مهمة برضو نركز فيها في السي في، ما يكونش اكتر من صفحتين قلناها، ما ينفعش يتكتب بالكابيتال، ما ينفعش اكتب حروف كابيتال غير طبعا في بداية الاسماء وكده الحاجات دي بتاعت الانجليزي. لازم استخدم نوع خطوط معينة، يكون اتريال او تايمز نيو رومان، ما يكونش فيه سبيلنج ميستيكس، يعني ما اعملش اخطاء في الحروف اللي انا كاتبها. لازم طبعا طبعا انت لما تيجي تتكلم عن السكيلز بتاعتك بتكتب مثلا ايه اللغات انجليش اكسلنت، حلو، وهو يشوف السي في بتاعك يلاقي سبيلنج ميستيكس قد كده فهو يعرف ان انت ايه ولا اكسلنت ولا حاجه، فخلاص هو مش هيبص في باقي السي في. تمام، فالناس اتش ار مش يعني مش طيبه للدرجه دي. اتفضل. طيب الصوره يا جماعه، الصوره يعني في شقين، لما انا احط الصوره وده عادي مقبول جدا ان انا احط الصوره في سي في مش مهم خالص، لما انا لو احط الصوره تكون صوره فورمال، يعني هديكوا في الاخر امثله على كل حاجه من الكلام دوت ونشوف ايه الغلط. يعني الصوره لازم تكون فورمال وتكون الكواليتي بتاعتها عاليه، صوره يعني حلوه مبينات كده، لما انت ما تستخدمش صوره. طيب لازم ما تنساش انك تقول له انا هفيدك بايه، زي ما قلنا في الاول حد قال له انا عندي خبره عاليه جدا في مجال السيلز فلما اشتغل في الاي تي عندك في الشركه انا هعرف افيدك حلو جدا، لازم تقول له انا البراند بتاعي او انا كشخصيه هفيدك بايه، هتاخدني تعمل بيا ايه. تمام، ما تحطش بقى يعني تفاصيل كتير قوي عن حياتك، يعني مثلا اتولدت فين ولا انت عندك كام سنه، هو لو يعني لو عاوز يعرف هيبص تاريخ ميلادك يعني. طيب وبرضه يعني لما تيجي تتكلم عن وظيفتك اللي قبل كده قول هنت انا كنت شغال كذا وبعمل كذا، ما تقولش بقى ولا اترفدت عشان كذا ولا سابوني عشان كذا ولا انا مشيت عشان مش بيدوني فلوس. لو اتسال انت، انا بتكلم عن السي في مش الانترفيو، في السي في هم الانترفيو لو اتسال هتقولي السبب اللي انت مشيت عشانه اكيد. اتفضل. طيب كل الكلام دوت احنا في الكتاب المقدس ربنا بيقول رغبته فينا، لو فتحنا رساله يوحنا الثالثه الصحاح الاول ايه 2 بيقول لنا ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحه، يعني ربنا عاوزنا نكون ناجحين في كل المجالات نفسيا وصحيا وعمليا كل حاجه. تمام، ومن هنا جت فكره الانبا بافلي ان هو يعمل مركز المركبه للارشاد الوظيفي. تمام، المركز دوت فيه ارشاد وظيفي، يعني بيعلمك ازاي تشتغل. احنا مش كمركز مركبه اللي انا خادم فيه مش مركز توظيف، يعني انت مش بتجينا فنوظفك، لا انت بتيجي علشان احنا نديلك الستبس اللي تعملها علشان تتوظف. يعني احنا عندنا ارشاد وظيفي وعندنا انتربرينورشيب يعني رياده اعمال، لو حضرتك عاوز تفتح مشروع برضو ممكن نساعدك، وكمان الجزء المهم قوي ان احنا عندنا الكورسات اللي ممكن تساعدك في اي مجال عشان تشتغل، وعندنا سيشنز ازاي تعمل سي في وازاي تعدي الانترفيو. تمام، انا جزء الانترفيو مش هكلم عليه النهارده، بس هو جزء الانترفيو دوت احنا من خلال مركز المركبه بنقدم لك اللي احنا بنقول لك ازاي تعدي انترفيو، وبعدين بنجيب لك حد من شركه تقعد معاه، حضرتك تيجي او انت يعني تيجي بلبس فورمال تقعد مع حد هو اوريدي اتش ار في شركه وهيطلع لك الميستيكس او الحاجات الغلط اللي انت عملتها. تمام، ويكون طبعا ريليفنت للفيلد اللي انت فيه. تمام، حضرتك برضو احنا في المركز عندنا ان احنا بنعمل لك تقييمات شخصيه، بنعرفك نوع شخصيتك ايه، وده الجزء اللي اتكلمت عنه في الاول، بيعرفك انت فين وايه، بنطلع لك في الاخر تقرير من المركز في نقاط القوه بتاعتك ونقاط الضعف اللي هي مساحات تطوير ونوع شخصيتك
وخطه الخطه اللي انت هتستخدمها علشان تبقى افضل. وزي ما قلنا عندنا حاجات ثابته ان بنعلمك ازاي تعمل سي في وبنقيمه لك وازاي تعدي انترفيو، وبنعمل حاجه اسمها انترفيو سيميوليتور بتقعد مع حد متخصص في الانترفيو تمام. وطبعا برضه عندنا كورسات ماركتنج وسيلز ولغات وكل الكلام دوت بسعر مدعم جدا عشان هو تبع لما بافلي وكنيسه وكده يعني. بس احنا مكاننا في مركز المركبه، المركز مكانه في كنيسه مارجريت السيدي بشر، ودي المواعيد بتاعنا ورقم التليفون. شكرا جدا، اتبسطت انا كنت معاكم، شكرا.